السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم مرة أخرى في موضوع جديد. السؤال الإخوان اللي كتطرح بزاف هذه الأيام عندي في القناة هو: مصطفى، واش تحلات الحدود ما بين المغرب وإسبانيا؟ واش كاين رحلات يعني بحرية؟ واش كاينة جوية؟ وأكثر كيسولوا على البحرية لأن بزاف الناس كتبغي تهبط عائلات في الطوموبيلات ديالهم، زائد أن الناس اللي كيهبطوا السلع يعني الفرغونيطات إلى آخره. فيعني الحركة البحرية فاش وقفات، رغم اننا كانوا حالين جويا شيئا ما، لكن بزاف ديال الناس باغين يعني الرحلات البحريه لان كيهبطوا بالسيارات ديالهم وبالابناء ديالهم الى اخره. لان كان شاع واحد الخبر بان الحدود تفتحات، لكن اليوم جيت ناكد لكم من الاصل، من المنطقه منين كيخرج الباطو من الخزيرات. كاين واحد السيد تما كاين يعني درنا واحد الفيديو من تما من الخزيرات، وجابنا الخبر من الاصل، بطوات اللي خارجين، علاش خارجين، وشكون هادوك، واش فعلا الحدود تحلت صافي، واش فعلا ممكن المغاربة انهم يسافروا ولا لا. المهم نخليكم مع الفيديو، ولكن قبل ديرولنا جيم جيم الاخوان، وخليونا شي كومونتير وبارطاجيو معنا. المهم شوفوا الفيديو. واحد السلام عليكم خوتي المغاربة، وتحياتي لكم. الله الوطن الملك وعاش الملك، وتحياتي لكم كاع كاملين، اجلال والنصر. واليوم اللي بغيت نجيب لكم واحد الخبر اللي كاين بالنسبة اللي ما عرفهاش غادي يعرفها. المهم ولا غادي نقول لكم، الباطوات راهم حابسين من الخزيرات، ما كاين لا خروج لا والو، الا الناس ديال صحاب التجاره وكيف ما نقولوا شي مسائل خاصه، شاحنات ولا شي ناس تكون خاصه دوك وحدهم ابارتي، اللي هو يا كاين كيف ما نقولوا ما بين سميتو هنا اسبانيا والسبته ولا سميتو، كاين الباطو ديالهم تيتحرر اللي هو يا خدام ديال المسافرين فقط، الناس الاسبان اللي عندو الجنسيه ولا شي حاجه، ولا يمكن اللي يهبط للمغرب. هذا هو اللي نقول لكم. وبالنسبه لخوتنا المهاجرين وكاع كاملين، تحياتي لكم، اللي ما عندوش كيف ما نقولوا الجنسية اسبانيا ولا شي حاجه ولا هذيك، ما يمكنش يمشي. بالنسبه لما بين المغرب والسبته راه القضيه شويه مزيره تماك، من ما بين السبته والمغرب باش تدخل من الحدود عاوتاني. اللي هو اللي نقول لكم، هاد الساعه راه ما كاين هبوط للمغرب، ما كاين حتى شي حاجه، كلشي محبس، هي اللي كاينه الطياره والطريق اللي كانت ديال من فرنسا، فرنسا حتى فرنسا دروك راه مسدوده. كما شفتوا الاخوان، من الميناء ديال المسافرين من الخزيرات، هذا الفيديو هذا جانا. يعني الاخوان، الخبر الصحيح هو اللي نقله هذا الاخ، هو ان ما بين المغرب واسبانيا، ما بين الخزيرات وطنجه، ميناء طنجه والميناء ديال المغرب كامل، فما كاينش شي باطو اللي كيتحرك الا ديال السلع، الا ديال السلع، يعني الشوافريه اللي كيجيبوا الرمايك يعني ديال السلع ما بين المغرب واسبانيا كيتحركوا. كاين باطو ديال المسافرين، لكن فين كيمشي؟ كيمشي للسبته. يعني ممكن بان شي واحد مغربي يقول لك انا هبط للسبته، نو، هبطتي للسبته، الفرونتيرا ما بين السبته والمغرب حتى هي مسدوده، اذا لان السبته تعتبر مدينه اسبانيا، فهما حركه عاديه داخل الوطن ديالهم. يعني الاسبان اللي عندهم الجنسيه هما اللي كيهبطوا للسبته لاغراض يعني عائليه ولا اغراض تجاريه، كيهبط للسبته ويرجع هنا لاسبانيا للخزيرات. لكن الا مشيتي للسبته انت كمغربي تقول راك كنت شحال هذيك كنمشي للسبته، فغادي تمشي للسبته وغادي تبقى محاصر تما، لان الحدود ما بين السبته والمغرب مسدوده. اذا الخبر المؤكد هو ان لحد الان يعني ما كاين حتى شي رحله بحريه ما بين المغرب واسبانيا، ما بين ميناء ديال الخزيرات وما بين الميناء ديال طنجه، ما كاين حتى شي حركه يعني بحريه سوى التجار، يعني السلع، يعني السلع اللي كتجي من المغرب كتجي باش تبيع هنا في اسبانيا، ولا اللي كتمشي من اسبانيا تمشي للمغرب، فهذا خارج على المسافرين العاديين. الناس المسافرين العاديين الرحلات واقفين. كان كما قال الاخ اللي جانا الفيديو من عنده من الخزيرات، كانت ثغره وحده هي من فرنسا، كانت الناس كتطلع من هنا اسبانيا، كتطلع لفرنسا وكتشد يعني الباطو وكتهبط للمغرب، لكن حتى فرنسا قطعات مع المغرب والمغرب قطع مع فرنسا يعني الامور البحريه، الرحلات البحريه. يعني لحد الان ما كاين حتى شي ثغره بحريه باش ان اي واحد مسافر باغي يهبط للمغرب. من الاحسن بنادم يريح حالته اللي هنا في اسبانيا، يريح يكالو لخدمته، هذا قبل يعني الامور ديالو حتى تحل الحدود رسميا. يعني حيت راني سمعت انا شي فيديوهات، داكشي علاش خرج بهذا الفيديو، سمعت شي فيديوهات كيقولوا بان حكا رحله استثنائيه كنا ما بين الخزيرات وهذا، فما كاينش. هو الاخ صيفطنا هذا الفيديو، ما كاينش هذا الامر هذا، فقط كاين الرحلات ما بين سبته والخزيرات، لكن سبته والخزيرات فهما مدن اسبانيا ماشي مع المغرب. المغرب ما كاينش، الحدود ما بين سبته والمغرب مسدوده، كنأكد عاوتاني مره اخرى، لكن ما بين طنجه والخزيرات ما كاينش رحلات للمسافرين العاديين. وهذا هو الاخوان الخبر، نتمنى بان نكونوا فدناكم بهذا الخبر. ما تنساوش جيمو كومونتير وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. مع السلامه.